السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. جيتكم بالفيديو ان شاء الله ديال التحضيرات ديال الليله ديال الدخول المدرسي. يعني ماشي شي تحضيرات اللي غنشارك معاكم، يعني ما غنشاركش معاكم التحضيرات المسبقه، ما شاركتهمش معاكم، مش قلت نشارك معاكم الليله ديال انني كيفاش كنوجد باش انا شاد الغد اللي غادي نمشي لاكول. لا عرفتو شاد راها مده هي مبرسطاني باش تمشي لاكول تشي لاكول تشي لاكول. المهم اللي ما بغيت تحضرت اول حاجه انايا كندوشت ليها وخرجتها في الليل، راه حتى الليله في الليل باش تنعس نيشان انا خرجتها، بغيت ندوش ليها عاد تنعس. دوشت ليها انايا باش نقطع لها لا فرونش طوالت ليها شي شويه. عرفتي راه المعاناه عندي مع باش انني نقطع لشاد شعرها، ما كتبغيش ترصا ليا وشعرها رطب غير كيزلق ليا من في يديا. راه كنبقى نقطع وكنبقى نقول ليها بير شحال من مره راه قصتها قرجناها شعر كيجي مايل. المهم حتى كانت كنقول ليها كنت ديتيها للصالون، حتى باش كانت ديال الصالون ما كتبغيش ترصا ليا، يعني ديتها مع عند الصالون ماشي جوج وما كيعجبنيش النتيجه. كنقول داكشي اللي كنبقى اللي كندير ليها انايا. المهم كنبقى نقطع ليها هي، ما يعني شعر كنقطع ليها عادي كاري هكا، يعني سامبل شعرها قصير كنقطعوا ليها. لا فرونش مره كتبقى طوال ليها، كنبقى نغسل ليها شويه منها. دابا كانت طوال ترى مده، وانا كل نهار كنقول غنقطعها ليها غنقطعها ليها غطا نقطعها شاد. كنقول لها اجي تقطعها والو ما كتبغيش. قولوا لي البنات انتم شكون اللي كتقطع لولادها شعر راسها في الدار؟ المهم نهار كيف كتشوفوا هي يا راني انا كنقطع وهي كتهبط راسها وكتعطل كتهبط راسها وكتعطل ما نقولش لكم. المهم قبل ما تكمل لا فيديو البنات عافاكم، خليوا لي لايك كومونتير زوين بحالكم وعاد كملوا الفيديو، ما غادي تخسروا والو. اللي مازال ما اشترك في القناه اشترك. المهم هنايا صافي كيف قلت لكم انا هنايا غادي نقطع عليها شعرها وغادي نشارك معكم الكمالات ديال الروتين ديالنا بالليل. صافي هنايا البنات انا كملت ليها شعرها، صافي غادي نشوف غير اللوك فينال كيفاش غادي يخرج ليها. حتى شعرها فازق دابا ما غاديش يبان ليا الطول ديالو حقيقي. وكنت ديجا كنت نشف ليها شعرها، كنت شاركت معكم كنشف ليها شعرها بشوشوار، وجاني جاوني لي كومونتير ما تبقايش تنشف البنت شعرها بشوشوار سخون عليها وما تبقايش تخليه ينشف الراسو. المهم انا قلت حتى الصباح نشوفوا النتيجه، يا نصدموا يا نفرحوا. المهم انتم معايا في كل شيء. صافي هنايا كيف كتشوفوا النتيجه النهائيه ديال الشعر. صافي غنخلي لها هكا غير غنجمعو وغنخلي ليها وغندوز باش نقطع ليها. نشوف ليها انا الضفيرات ديما تنقطعهم ليها، ولكن غادي نشوف واش كاينه شي حاجه زايده ناقصه، شي ضفر طوال الراس او شي. المهم صافي انا بغا نبدا ليها برجيلات ان شاء الله هما الاولين. ما لقيتش صراحه، لقيت غير شويه الضفر الكبير اللي شويه نقصت منه غير شي شويه، يعني لقيت الضفر هاد رجليها هما هادو وكذلك حتى يديها. المهم ضروري ندوز نديروا لا فيزيت باش نصيفطوهم هما هادوك. راكم عارفين واخا كتكون يعني الدراري الصغار راك ديما كتكون معاهم كتغسل وتنقي وهذا، ولكن سبحان الله عاده فينا الدخول المدرسي سبحان الله كدير حالك. غتقول لي انت مازال بنتك كتهضري على الدخول المدرسي؟ بصراحه انا شهدره دخلتها صغيره المدرسه، راه تقريبا كانت عندها شي عام ونصف لاكريش. راه باش كنا في سيدي قاسم انا دخلتها هذيك البريود، كنت انايا خدامه وصافي، وهي كتعجبها مولفه داك الروتين ديال يعني ديال ليكول، يعني ما عاجبها الحال كتبغي تمشي وهذا كنخلي ليها تمشي. يعني كل عام دابا تقريبا هي راه عندها 4 سنين، هاد 4 سنين دابا هي هاد العام عندها لا موين. يعني بدينا ملي قلت لكم دخلتها لاكريش، كنت حبست ليها واحد الوقيته ملي كنا تحولنا، ما كنا جينا في النص العام ولكن دابا هي ملي جيت دابا راه قرات العام اللي فات، ويعني 3 سنين هي كتمشي لاكول. مهم صافي دابا هي بقات غير انني غنوض نوجد ليها شي حاجه تتعشى، ولكن غنحاول ندير لها شي حاجه سريعه وانتم معايا في العشيوه. هي هنايا صيفطتها قلت ليها سير قلتي تفرجي شويه في التلفازه، شعلت ليها التلفازه هكايا باش تختمها حتى ما تبقاش التلفازه ديما. البنات هنايا وجدت لها في العشيوه، هنايا درت غير بيتزا ديجا كانوا لي بات ديال البيتزا شريتهم واجدين، يعني ما صايبتهمش في الدار. لاصوص ديجا هي كانت عندي واجده، صايبت لها غير عصير ديال الليمون ودرت ليها هكايا. صافي هنايا كانت نعسات عشيتها نعسات
صافي دابا غادي نبداو نوجد داك نوجد ليها بزاف د الحوايج اللي غادي تمشي بيهم الدراسه، ورتحت انايا شي شويه. هنا البنات صباح لغد اليوم في الصباح فقت باش نوجد الفطور، كنت غنوجدو في الليل، وقلت بما انهم ساهلين ما كاينش علاش انني نجلس انني نصايبهم من دابا، سيميو انني نصايبهم حتى لغدا يوجدوا تاكلهم البنات. هنايا حاولت نوجد لهم نوجد واحد لي بانكيك صحيين، حتى بالنسبه اللي ما ياكلوش الدقيق غادي ينفعهم، فيها بنان هما كيجيو فيهم جوج بنانات، ولكن حيت انا عندي بنان صغير درت ثلاثة ديال البنانات، بيضه فيها كاس ديال الشوفان مطحون مليين، شويه قبيصه ديال الملح، جوج معالق ديال العسل، جوج معالق ديال الزيت. بالنسبه للزيت تقدروا تستغناو عليه ولا تبدلوه بشي زيت اخر بحال زيت الكوكو، زيت ارغان، المهم اللي توفر عندكم. ما توفر عندكم والو ما ديروش صافي. ونص ساشيه ديال الخميره الحلويات صافي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في وشويه ديال القرفه، كتعرفوا ان القرفه كتواتى بزاف مع النكهه ديال البنان. المهم هادو هما المكونات ديال البانكيك ديالي، بصراحه كيوجدوا دغيا، غير هما حاجه غادي تردوا ليهم البال باش تكونوا كتخبزوهم، باش كيكونوا شويه خفافين بزاف، ماشي بحال يعني اللي كنكونوا دايرينهم بالدقيق، حيت الدقيق ديال الدقيق كتكون النسبه ديال النشا فيهم طالعه، داكشي علاش كيجيو شادين راسهم. هادو شويه كيجيو يعني ردوا البال ليهم صافي. ضفت شويه القرفه صافي، وغادي اخر حاجه اللي غادي نضيف هي الشوفان، وغادي نخلط هذاكشي، وغادي ناخذ المقيله ديالي. المهم نتوما اي مقيله عندكم كديروا فيها هكا كتوجدوا فيها البانكيك ديروه كبير صغير، انا درتهم هكا صغيرين باش يجيو قد شات تاكلهم. وبالنسبه للتزيين تقدروا تزينوهم باش ما بغيتو نتوما، تقدروا تزينوهم يم بعسل شوكولا اللي كان عندكم. انا زينتهم هنايا، زينتهم غير بالعسل، دوز هكا فوقهم العسل وصافي، وحطيتهم هكا يا صحيين. نتمنى انهم يعجبوكم بصراحه، غدوقوهم حتى نتوما غاديين يعجبوكم. انا شاد كلاتهم، بالنسبه لي انا بحال كي في الصباح شاد البنان ولا الشوفان ما تبغوش تاكلوا لي، انا كنبغي ندير لها هذيك ديال الشوفان ولكن ما كتبغيهاش، ولكن هكايا بهذه الطريقه كلاتو كتاكلهم ليا كيعجبوها. راه فطرات كلات جوج هي الصباح وعاد الشيء الاخر المرافقات. مهم غادي تجربوهم وغادي تردوا عليا ان شاء الله، كيجيو واعرين خطيرين وبنانين وصحيين في نفس الوقت. حتى بالنسبه اللي كيديروا ريجيم ولا هذا كيبغيو ياكلوا شي حاجه هيلتي، شي هذا الشيء كيجي امبيكابل. المهم جربوه وردوا عليا في لي كومونتير، كيف قلت لكم ما تنساوش لايك للفيديو وخليكم مع الكماله ديال الفيديو. مهم هنايا صافي راهم وجدوا، كيف قلت لكم غادي ندير لهم العسل، ما بانش حيت كانوا سخانين شربوا داك العسل. المهم انا صافي شهدوا فاقت فيقتها، حطيت لها هنايا تفطر اول حاجه باش نوض نبدل لها حوايج، حيت الا فطر الا بدلت لها حوايج عاد جلست تفطر غنوليو نبدلو عاوتاني. انا حتى كنوجد نفطرها عاد باش نعاود نغسل ليها من جديد ونبدل ليها ملي تكون غادا المدرسه، حيت حتى غتغسل ليها وجهها وهذا غتوسخها. هنا وجدت ليها اللبسه اللي غادي تمشي بها للمدرسه، حاولت ندير لها شي حاجه بالنسبه لنا السروال، كناخذ لها دوك السروال اللي دايرين بحال شكل الكولونات كيسهلوا لها انها تحرك صافي. هنا درت لها المشيطه هذه جمعت لي شويه صافي، هي غادي ليكول. المهم غادي نخليكم هنايا ونقول لكم السلام عليكم، بيزو كبيره، نتلاقاو في فيديو جديد. عرفتي راكم حوالي هي غادي ليكول.
وبالاخص انني الدايه ما بغاتش تمشي في ترونسبور.